متابعينا الكرام وجريدة صوت الناس، أهلا بكم أهلا بكم. حقيقة بكرة إن شاء الله مع دقات الساعة العاشرة مساء العاشرة صباحا أنتم مع موعد مع بدء محاكمة جلسة أفظع وأبشع وأشرس قضية ممكن تشوفها في حياتك، قضية مضيف الطيران تونس اللي للأسف صغيرتها البسيطة قامت بإنهاء حياتها دون رحمة أو شفقة. معانا المحامي المستشار دكتور أحمد حمد هيقول لنا على تفاصيل هامة جدا بكرة، ماذا لديه من حافظة مستندات. طبعا احنا سمعنا يعني ان هو طلب طلبات في المحكمة الجلسة الماضية وما قبل الماضية بضرورة وضعها ان هي مهتزة نفسيا وان هي ضرورة الكشف عليها من خلال اطباء من خارج مستشفى العباسية نظرا، وهو يستند في ده على حكمين ثلاثة كان اخذهم من محاكم مصر عن ان مستشفى العباسية يعني يتضرر منها في نقطة معينة، وبالتالي هو قدم ده عايز خمسة من أطباء من خارج مستشفى العباسية عشان 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 نسبة إذا كانت هي مهتزة ولا لا. بصراحة أنا شايفها مش مهتزة، مش من حق أقول كده، بس واحدة انت من حقك تقول اللي انت عايزه. طب واحدة بنتها ارد عليك الاول بس اسمعنا معلش المستشار، اصل القضية تتغيظ. واحدة وبنتها قتلتها. انا والله فاكر برضو اسلوبك وطريقتك السنة اللي فاتت لما قلت لي انا شايف انها نقحت روش سليمة، وعندي الفيديوهات بتاعتك اطلعها لك حالا. قلت لي سليمة، ده العباسية عملت تقرير واثنين وثلاثة وقالوا سليمة. ازاي يا معالي المستشار بتقول لي ان هي مريضة؟ أيوه. وطلع كلامك غلط، وطلع العباسية كلها كلامها غلط وطلعتها براءة. طيب وطلعت مريضة نفسية. لا ما نعديش ارد عليك. اتفضل. هناء حتروش يا جماعة كانت متهمة بقتل ابنها وطلعتها براءة، رغم ان مستشفى العباسية قالت انها سليمة في كل تقاريرها. ايوه. طلبت بعرضة من بلجنة من خارج مستشفى العباسية. نعم. والمحكمة وافقت على عرض المتهمة على لجنة من خارج العباسية مشكلة من جامعة الزقازيق وجامعة المنصورة، وثبت ان تقارير مستشفى العباسية كلها غير سليمة، وان المتهمة مريضة نفسيا وغير مسؤولة عن الفعل الاجرامي وطلعتها براءة. المفاجأة ليكوا بقى وليك ان نفس اللجنة اللي المحكمة قالت ان تقاريرها غير سليمة بكامل الهيئة. أيوه. زي ما هم كلهم كده شروة واحدة، نفس اللجنة اللي المحكمة قالت ان تقاريرها غير سليمة محكمة جنايات الزقازيق. انت قول كامل الاحترام. انا بقول محكمة جنايات الزقازيق اي حد يقالت ذكر اسمه في هذا اللايف وهذا الفيديو، معلش، محكمة جنايات الزقازيق. نعم. قالت ان لابد في حيثيات الحكم. أيوه. ان يحاسبوا لانهم اهملوا وزوروا وكادوا ان يتسببوا في قتل امرأة زورة من تحافظ. اهو ده نص الحكم. أيوة. يبقى المحكمة بتقول يتحاكمهم لانهم فاسدين ومهملين ونسيبهم زي ما هم في مناصبهم. بالله عليكم شاركوا الفيديو عشان المسؤولين يحسوا ويسمعوا اللي انا بقوله. نسيبهم بعد سنة يعملوا تقارير عن حالات تانية؟ طب قولوا لي كم حالة، كم حالة بسبب تقارير هذه اللجنة تم اعدام المتهم بناء على تقاريرهم الغير سليمة اللي المحكمة بتقول حكموهم وحاسبوهم. نتجاوز هذه النقطة ونصل الى غدا مع دقات الساعة العاشرة. عندي مفاجأة هتقلب الرأي العام كاملا. بكرة غدا. ايه المفاجأة؟ منفعش. ليه؟ ده خط الدفاع يا بيه. الصبح بعلنها هو. لن يحدث كما يتوقع الجميع. مجهز مفاجأة. ولن تمر الامور مرور الكرام. ولن اقبل بأن تظلم فتاة تونسية تحاكم في مصر قبل أن تأخذ حقوقها كاملة. فتاة أجرمت، يعني تصميمها كده، فتاة أجرمت والمحكمة، فتاة مريضة نفسية، فتاة بتكلم نفسها في كل الفيديوهات اللي معانا من سنين، فتاة جيرانها جم شهدوا أمام المحكمة وقالوا إن هي بتكلم نفسها، فتاة زوجها اللي ماتت بنته جاي بيقول مراتي مريضة نفسيا يا ناس، فتاة جبنا لها من على تليفونها فيديوهات بتقلع وتقعد تصور نفسها وتقول كلام أهبل. الناس تقول سحر، طلاسم، لغة تانية، ولا أي حاجة من دول. رحت الدجالين ورحت الصحراء بتقول كلام أهبل هبل يا بيه. يعني الفيديوهات والفويس اللي معاك مش طلاسم لأعمال سحر. أمال إيه حكاية السحر الإيطالي اللي كانت بتتواصل معاك؟ الناس اللي مش فاهمة حاجة بتورط البيت. اسمعوا يا جماعة ده سحر.
دي لغة؟ والله رحت الأساتذة في العبري والكوري والياباني. لا 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 هبل يا بنت الكلام غير مفهوم يا بيه. طب انت قعدت معاها قالت لك ايه من تفاصيل مع المستشار؟ لما قعدت معاها شايفها هبل يا بيه، انسانة غير طبيعية، يعني بتقول لها صباح الخير عايزة تضربك، احكي لها. في ميول عدوانية، والجلسة اللي فاتت امام العلم اجمع وامام الشاشات التلفزيونية وهي بتصور من اي سبب، امرأة قتلت بنتها، ولا عندها مشاكل نفسية، ولا عندها مشاكل مادية، ولا عندها مشاكل اجتماعية، ولا مشاكل مع جثة، ولا اي حاجة. واحدة صحيت الصبح قتلت بنتها، واحدة جوزها بيقول غير طبيعية، واحدة الجيران كلهم في الشهادة يقولوا ان هي بتكلم نفسها وانسانة غير طبيعية. عايزين ايه تاني يا بيه؟ طيب خليني برضه اسألك عن نقطة جوهرية وفارقة معي في الحوار عن هذه القضية. اتفضل. النقطة دي عن لماذا ما حاولتش ان هي تموت نفسها بعد ما قال لك يا بيه ملف القضيه اهو. أيوه. ده ملف القضيه بيقول ايه والتقارير الطبيه بتقول ايه. ان هي طعنت نفسها طعنات مميته، طعنات نافذه بسكين حاد في الرقبه. يعني هل طبيعي يعني في لحقها؟ مين اللي لحقها؟ الزوج لحقها على اخر لحظه بيه. التقارير الطبيه السكينه عدت من رقبتها من هنا طلعت من الناحيه الثانيه، ربنا كاتب لها الحياه. زوجها الحقيقة على اخر لحظة وكانت بين الحياة والموت في المستشفى. طيب كويس انك اتكلمت في النقطة دي. سبب بالاوراق، بصوا على رقبتها، واحدة حاولت تنتحر وحاولت تموت نفسها وقتلت بنتها. ايه السبب؟ اتعلمت دايما ان كل جريمة لها سبب. ايه الدوافع وايه الاسباب؟ ولا في مشاكل ولا في خلافات ولا في اي حاجة، معاها فلوس، علاقتها بزوجها طيبة، علاقتها بسرتها طيبة، مفيش اي سبب تصحى الصبح تقتل بنتها وتحاول تموت نفسها وتطلع قدام التلفزيون تقول انا ستنا مريم. هل ده امر طبيعي؟ انا السيدة العذراء، ده امر طبيعي؟ يا جدعان مريضة ومش هسيبها لما اطلعها براء. ايه المفاجأة بكرة؟ طب ادينا حتة من المفاجأة برضو. اسف. طيب بشكرك معالي المستشار على هذا. طبعا متابعينا الكرام كل من ورد ذكر اسمه في هذا الفيديو له حق الرد، ولكن ايه القضية صعبة جدا، ايه القضية مختلفة، ايه القضية مفيش حد في الدنيا يتصور وقوعها، لانها خلي بالكم من الحاجات التقيلة جدا جنائيا. قضية دي جلست اوراقها في النيابة كثيرا جدا للتمحص والتفحص فيها، والقضية دي كانت على مسمع ولسان كل المصريين والتوانسة، لان هي هزت الوجدان وشعرت يعني ازاي ام تعمل كده؟ ده لا مؤاخذة يعني، الارنبة بتخلف تفضل تراعي في ابنها او بنتها الصغيرين يعني 40 يوم وتفضل بقى ما تاكلش لقمة من غيرهم، دي تقتلها؟ ده كان لسان حال الناس. ولكن بكرة نشوف جلستها ونشوفها ونصورها مع حضراتكم، وهل هنعرف اذا كان عندها اهتزاز نفسي ولا هو شو وتمثيل ولا هو فعلا في اهتزاز نفسي. بصراحة نحن ناقلين للحدث لا منحازين لأي طرف.